كمان الريحي هو الروائي التونسي اول ما صدر له كتاب اسمه المشرق خرج في 2005 ذا كمال الذهبي العام هذاك. المشرق تحكي على باش نحكي لكم على شخصيه شويه اخرى. المشرق تحكي على الشلات نتاع لي جي سيتان مومون، الحكايه هذه كبيرة. كمال الريحي ما تميزوا معناها في المشرق، رغم اللي هو ديما يحكي ديما ستيم نتاعو معناها انه مهمش كيفاش يعيش، شنو الضغوطات في السوسيتي في الكوتيديان، كيفاش هذوك معناها مهمش في الكوتيديان. الشلات هذا هو اللي يقول معناها سي سيتان نوار، وتعرف زاد كليشي نتاع كي نغزو النيجر معناها في تونس سي بان تابو. مازلنا مازلنا رغم اللي قاعدين نحكيو في التلفزه ونحاولوا زعما باش لازم، مي سا ريست ان تابو لازم نحكي فيه. لا دوزيام اللي هو بعد مش تكتب بس سي بان ستاليف كي سابير الغوريلا خرج برا في دور معناها في فرنسا وطلع في تونس واحد بن علي. معناها كي جات ريفولسيون الغوريلا يحكي على السيد بتاع الموكالة وحب ينتحر خاطر ما لقاش وظيفة معناها قضية تشغيل. وتعرف انت قضية تشغيل في وقت بن علي ستانس جيت هو اللي ما لازمش نحكيو عليها على الدالة، ما نحكيوش على الناس اللي طالب الحقوق في وقت هذاك. لتروازيام خرج توا في فيفري كيفاش؟ كيفاش موجودة الحكاية حكاية الوظيفة بتاع بن علي؟ لا لا الحكاية تحكي عليها ما اللي يجي مع الكتاب فما شكون كوموندا للروائي باش يدبر الكتاب، ميم حتى الروائي هو بيدو ما عندوش نصيب. قلت لك انا الدار السوري هذا دار السيقي هي اللي عندها معناها لي دروا ديكسيون، دونك لازم اللي باش ياخذ باش ياخذ من برا من بيت. عشقات النذل هذا اول سؤال واحد انا بيدي سالت روحي من يكون هذا النذل؟ هل هي شخصيه ام نوعية نتاع ناس اللي بالحق تتلموا مع بعضهم مجموعة من الأندية. اللي هم أربع شخصيات، شخصية نادية، نادية هذايا معناها سلفية كمال يحيوي، كمال يحيوي في أنسات مامو قاعد بطال، مرته هي اللي هي مرة تعمل اسمها حياة. الكلاسي معناها برمي الناس اللي موجودين في معناها الكلاس لابليوت بورجوازي، تعرف فيه على الناس المهمين اللي بيرسوناج مهمين في البلاد، ما نجمش يعيش معاها حياة برشا. طلقوا جات نادي هذايا تلمو هي متعلقة بوها، معناها بعدت من الاوبراج تاعهم ومشات بعد بوها. كي مشات بعد بوها قاعدة في السيتياسيون تاع بوها المهم شو كذا، دخلت في معناها انحرفت وليت معناها اون فام دو با وفي سان في حسين. في وسط الحكايه من الاول كي نقراو نحسوا في المقطع، الحكايه مقطعه معناها كل شابيتر تقرا وتقوم تقرا اللي بعد تقول شنو اللي ليزون زعما هذا علاش مش بيها هكايه، وبعد في الاخر وكل باش تلقى اللي ليزون اونتر الشابيتر. في وسط الحكايه فما جريمه قتل، يصير جريمه قتل ونقعدوا نلخر الشابيتر ونحن نشوفوا شكون زعما اللي قتل، يعني سيتان ستيل بوليسي. شكون اللي يقتل فما شخصيه معقده برشا اللي هي شخصيه ايفو اليهود، سيتان جويف تونسيان. الشخصية هذه راهي موجودة بحق وسي محامي كيما حكي عليه في الكتاب، إيبا إيفو سي أن أفوكا
وعاش المشكلة هذيك في حياته ومام ستيسيون يعني الستيسيون اللي حكي عليهم كمال في وسط عشقة الندر يبا سي البرسوناج حتى يفو بعد عملت عليه قال يحس في روحي في ستروم دونك هذه هي عشقة النذر. النذر ماهوش إنسان, النذر هو كمال يحيوي المهمش, النذر هي مرته اللي عايشة تسخايب روحها معناها عايشة مع الكلاس برجوازي في بالها روحها حاجة مهمة برشا في البيت, يبا هي بيدها عندها معناها في لي بونسي نتاعها حاجات كاتاستروفيك على الآخر. النذر الثالث هو إيفو, إيفو معناها اللي مقصي في نظرة التونسيين المسلمين يشوف في روحه منعزل خاطر مش نفس الديانة هو والتونس الاخرين. النذر الرابع سي فما زوز انديال الاخرين, فما هذايا حياة المونديال, هذايا تعيش في المونديال وديما تعرف قواطر المونديال وتعرف جميع السينما, وهي تقول لك حتى كمال هي باش عرفته على السينمائيين ولا هو يكتب السيناريو ويتعطاه ويولي وفي تطلع انا عجبني في حياة معناها بالحق سيتي بريزوني, رغم اللي معناها اللي يبزروا لهم اللغه اللي يقول لك يا شبيه هكا معناها الشخصيه اللي بالعكس حياة اللي في قلبها ديريكت معناها ما عندهاش الدوبل لونجاج كيما الانفين الاخرين. فما الانفين الاخر اللي هو سي والله سي حسين السيطان زي عرف في بار العرف هذايا يتمعش مع النظام معناها مثل مع الريح اللي يجي يقعد معاه يحاول باش يلصق روحه باش يخدم اموره مع اساس هذايا دوك الانفين هذوما الكل يتلمها يقول له العاشقات عاشقات عاشقات كمان والنذل معناها نقولوا كمال هو النذل اللي بان النذل هما وكمال العكس يعني كمال اللي تلمون الانذل الذوق ضيعوه ودمروه في وقت من الاوقات دونك نقولوا نحن نقولوا النذل اما